اهلا بيكم. لو عايز تعرف ايه هي اغرب قوانين حول العالم شوف الفيديو ده. هنتكلم دلوقتي عن اغرب 10 قوانين موجودين حول العالم. رقم 1 القانون اللي موجود في بريطانيا. القانون البريطاني بيحذر من الموت داخل البرلمان، وده لان الموت داخل البرلمان بيفرض على الحكومة ان هي تعمل جنازة رسمية للمتوفي، فبالتالي بتكون تكلفة جامدة على الحكومة. وبالفعل ده حصل 4 مرات وتوفى 4 أشخاص داخل البرلمان، وفي منهم شخص وهو جاي فوكس توفى داخل البرلمان ولكن ما اتعملتلوش جنازة رسمية. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. رقم 2 سويسرا. في قانون غريب في سويسرا بيقول ان انت ممنوع تستخدم الحمام بعد الساعة 10، وده لانه بيسبب تلوث سمعي بالنسبة للاشخاص المجاورين ليك. لا 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 مستحيل، الصوت ده مستحيل مستحيل. يعني لو انت موجود في سويسرا واتزنقت في الحمام بعد الساعة 10 ممنوع انك تدخل الحمام. من الاخر لو تقلت في الاكل حاول تدخل الحمام قبل الساعة 10، لانك لو الساعة 10 جت عليك مفيش حمام. رقم 3 اليونان. الحمد لله على السلامة. فين؟ فين اليونان؟ ممنوع استخدام الكعب العالي بالنسبة للسيدات في الأماكن والمعالم الأثرية الموجودة في اليونان. رقم 4 أسبانيا. في قانون في أسبانيا بيحذر من قيادة السيارة بحذاء خفيف أو بدون حذاء، يعني لو أنت في أسبانيا ما ينفعش تسوق العربية وأنت مش لابس حاجة في رجليك. رقم 5 ألمانيا. في قانون في ألمانيا بيحذر من نفاذ البنزين أو الوقود من السيارة على الطرق السريعة، يعني لو أنت مسافر على طريق سريع في أسبانيا والبنزين خلص منك أنت كده بتعرض نفسك لخطر كبير قد يؤدي إلى سحب الرخصة وقد يؤدي إلى غرامة كبيرة والحبس. يعني لو أنت سايق والبنزين خلص منك أنت ممكن تتحبس. عندنا هنا في مصر للأسف الواحد بيماهم ب50 جنيه وبيخلصوا واللمبة بتنور بتاعة العربية وبنمشي بساتر ربنا الحمد لله. رقم 6 إيطاليا. في أحد المدن الإيطالية وبالتحديد مدينة فينيسيا ممنوع إطعام الحمام والطيور، يعني لو أنت في المدينة دي وفي طيور أو حمام ممنوع أنك تأكل الطيور دي. رقم 7 فرانكفورت. فرانكفورت بيحذروا من سرعة التزحلق على الجليد. سرعة 50 ميل في الساعة هي السرعة المحددة للتزحلق على الجليد، لو سرعة زادت عن ده بيؤدي إلى عقوبات وغرامة كبيرة جدا في المدينة دي. رقم 8 روما. لو أنت في روما في سلالم ممنوع إنك تقعد عليها، السلالم الإسبانية الشهيرة الموجودة في روما ممنوع الجلوس عليها، يعني لو أنت ماشي في الشارع وفي سلم موجود ممنوع إنك تقعد عليه، وبالتحديد السلالم الإسبانية الشهيرة الموجودة في روما ممنوع الجلوس عليها. رقم 9 برابادوس. وانت في برابادوس ممنوع تلبس ملابس مموهة نهائيا. القانون هناك بيحذر من ده وبيحذر الاشخاص اللي بيلبسوا ملابس مموهة انهم ممكن يتعرضوا لغرامة كبيرة تتراوح ما بين 160 ل 400 يورو وممكن توصل للحبس. اخر مدينة معانا واخر دولة معانا رقم 10 سنغافورة. ممنوع اكل اللبان في سنغافورة، وده للحفاظ على معايير النظافة في البلاد، يعني لو انت في سنغافورة ممنوع انك تاكل لبان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشير ولايك وسبسكرايب على قناة اليوتيوب عشان نقدم موضوعات اكتر واكتر.